كيستدلوا كذلك بامور اخرى، تيقول لك بان الناس اللي كتعيش في المناطق الجبليه، اذا المناطق الجبليه، بان هاد الناس هادو تيعيشوا واحد العمر اطول وتيكونوا بصحه جيده، يعني 80 عام 90 عام 100 عام حتى 120 عام، وتيكونوا بصحه جيده. لماذا؟ لانهم كيشربوا داك الماء النقي اللي كاين في المناطق الجبليه، حيت الماء اللي كاين في المناطق الجبليه هو صافي، ماشي بحال الماء اللي كاين في المدن. هذو تيستدلوا بهذه المساله هذه، بمعنى انه انت الا كنت كتعيش في مدينه كبيره، ما عليك الا تاخذ فلتر ولا تاخذ هذا البيل هذا على شكل ستروبوسكوب اللي هو كيصفي الماء. اذا هذه هي المسائل اللي كانوا كيخدموا بها انذاك. من بعد راه يطور هذا السيستم، هذا السيستم يعني او التسوق الهرمي، غادي يصبح تسوق شبكي اللي غادي نتكلموا عليه حتى هو في الفيديوهات المقبله ان شاء الله تعالى. المهم هذه المسائل كلها فهي مسائل واهيه، ما بالي انا فيها حتى شي ربح، انسحبت منها صراحه، انما استفدت منها واحد المساله، واخا خلص هذيك ال 220 درهم، ولكن استفدت واحد المساله اخرى، هي مساله ديال الماء. تيقول لك بان الماء الى كبيتيه في الطين، الى كبيتيه مثلا في شي خابيه ديال الطين وخليتيه واحد نصف ساعه، كترجع ليه ديك الحيويه ديالو، ديك الطاقه ديالو، لينيرجي، لان الماء تيفقد لينيرجي مع القنوات ديال الماء، وبفعل الحركيه ديال الماء تيفقد لينيرجي ديالو. فالوقت اللي كيكون في الاناء ديال الطين تترجع كيرجع ليه لينيرجي، هذه مساله صحيحه، يعني الماء ترجع ليه لينيرجي في الطين. فاذا بغينا مثلا حنا نستافدوا من فاذا بغينا مثلا حنا نستافدوا من الطاقة ديال الماء اللي كنشربو، خصنا نديروه في واحد الإناء ديال الطين، ونخليه أكثر من نصف ساعة، فكترجع ليه الإنرجي ديالو هكا مزيان. ما نشربوش في الإناء ديال البلاستيك، نشربو في الإناء ديال الطين أحسن، أو إناء ديال الزجاج. هذا يعني الكاس اللي غادي نشربو فيه يكون ديال الزجاج ولا ديال الطين. اما الخابيه اللي غادي يكون فيها الماء خاصها تكون ديال الطين، حيت هذيك الخابيه كيبقى فيها الماء، او هذاك الاناء كيبقى فيه الماء اكثر من نصف ساعه، وكترجع ليه الانرجي ديال الطاقه ديال. هذه مساله مهمه، هذه كاينه كذلك استفدت منهم، لانه بقيت انا كنبحث لقيت الماء الساخن حتى هو استعملته، لانه عنده فوائد كثيره على الجسم بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه الى اخره. من جهه اخرى دابا غادي نشوفوا كيفاش التعامل بالعمولات، لان هذه الشركه هذه فكتعامل بالعمولات في الاصل ديالها، ما كتعاملش بالمنتوج ديال البيل او ديال الفلتر، هذا فقط غير كتغطي به العمولات ديالها. لانه منين غيجيك الفلوس، انت مثلا هنا منين غيجيك الفلوس، فكتاخذ فلوس من عند هادو اللي تحت منك، هادو كياخذوا الفلوس من عند هادو الى اخره، انت كتستافد من كل شيء، هادو كامل اللي كاينين لتحت، هادو تيستافدوا من هادو اللي لتحت، وهادو كذلك تيستافدوا من هادو اللي لتحت، بمعنى ان الضحايا هما هادو اللي لتحت. هذا هو الاشكال ديال هذا النظام الهرمي. فمثلا هادو خصهم يخلصوا 220 درهم ديال التسجيل زائد 1000 درهم ديال المنتوج، اللي كتولي 1220 درهم، وهذا حتى هو 1220 درهم، وهذا كذلك 1220 درهم، وهذا وهذا الى اخره. كلهم هذو خصهم يخلصوا هذا المبلغ هذا، وكذلك الناس اللي تحت منهم الى اخره، كيوليو الملايين ديال الناس اللي كيخلصوا هذا الثمن. اذا كنحيدوا من هذا الثمن ديال البيل، إذا هنا كتولي الملايين ديال الدراهم، الملايين ديال الدراهم كتولي الدور هنا، لأنه الآلاف أو الملايين ديال الناس كيمنخرطين، كتولي هنا الدور الملايين أو الملايير ديال الدراهم، فكنحيدو منها فقط 50 درهم. إذا شحال من بيل غيمشي هنا؟ غيمشيو الآلاف أو الملايين، غيتباعو المنتوج،
ولكن المنتوج راه داير غير 50 درهم، بمعنى انه 950 درهم، 1000 درهم الى حيت منا 50 درهم كتبقى عندك 950 درهم كلها زايده. 950 درهم هذه العموله، يعني كل واحد كيخلص 950 درهم. ما غاديش نتكلموا على 220 درهم ديال التسجيل، غنتكلموا فقط على المنتوج، حيت 50 درهم ديال المنتوج الثمن الحقيقي ديالو كتبقى عندك 950 درهم. اذا كل واحد في هادو اللي في القاعده، هاد الالاف ديال الناس اللي في القاعده، كل واحد فيهم خلص 950 درهم. دونك هاد 950 درهم هي اللي كتجمع، عند الناس ديال الفوق، كتجمع عندهم الملايين ديال الدراهم او الملايير ديال الدراهم، بحال انت كنت كطلع الفوق والناس كيتجمع عندهم الفلوس وكيصبحوا من الاثرياء، ولكن الضحايا هما اللي كيبقاو لتحت. ديال 950 درهم زايده، غير زايده هاد 950 درهم، المنتوج هذا غير 50 درهم، انت كتاخذو ب 1000 درهم. اذا هاد 950 درهم اللي كل شخص كتجمع عند الناس ديال الفوق، الناس اللي الفوق كيصبحوا من الاثرياء، لتحت كيبقاو من الفقراء. ولكن هاد الناس هادو راه ما كتوصلش ليهم 950 درهم كامله، مثلا هذا ما كتوصلش ليه 950 درهم كلها، ربما كتوصل ليه غير درهم، غير 1 درهم فقط، والفلوس الاخرى كلها كيفرقها، على هاد الناس هادو. كل شيء هادو كتفرق عليهم فلوس، هادو كاع كيستافدو، ولكن اللي لتحت ما كيستافدوش، لانه 950 درهم كتفرق على هاد الناس، هذا كتوصلو غير 1 درهم. وتصور انت في كل شخص كتوصلو 1 درهم، وكاينين الملايين ديال الاشخاص، بمعنى انها كتصبح ملايير ديال الدراهم عند هاد الشخص هذا، هاد الفوقاني او هاد الاشخاص الفوقانيين اللي كاينين هنا. ولذلك العلماء حرموا التعامل بهذا النظام، نظام هرمي. في الفيديو المقبل ان شاء الله تعالى غادي نتكلموا على النظام الشبكي، حتى هو فيه اشكالات، ولكن تطور، غيصبح النظام الشبكي متعدد المستويات اللي كاين في الدي اكس ان. الدي اكس ان كذلك انا الان عضو فيها، ولكن مازال ما بانش ليا فيها الخلل، حيت انا فاهم هاد الامور وديجا تعاملت بها وفاهمها، فاذا بان لي فيها شي خلل غادي نقول لهم السلام عليكم الله يعاون صراحه، وغادي نعلمها، في القناه ديالي صراحه. لكن الان ما كيبانش هذا المشكل، كيبان نظام شبكي متعدد المستويات وفيها منتوجات متعدده ورخيصه، صابون سينيال الى اخره، ولكن انا غادي نتكلم عليها من بعد ان شاء الله تعالى، وغادي نشوف. حنا كنبحثوا، انا كنقول لكم دخلوا معايا، يعني انخرطوا معايا، ولكن انا كنبحث، انا ماشي داخل غير الكواد، غير حاضر راسي وداخل، لا انا كنبحث صراحه، كنبحث، ولا بان لي شي خير انا غادي نفهمو دغيا، غادي نعيق به صافي ونقول لهم الله يعاون. هذا هو اللي كاين لحد الان، كيبان ان الامور فيها غادا مزيان. علاش؟ لانه دي اكس ان كتستقطب ناس كيفهموا في الدين، وكتقول لهم اذا كان شي خير نغيرو نبدلو، فهي كتغير كتطور صراحه. اذا بالنسبه للكيونات هي هذه، التعامل معها انا خصت معها 220 درهم ديال التسجيل، ولكن استفدت من بزاف ديال المسائل، نظام الشبكي، نظام هرمي الى اخره. فكاينين الناس دابا اللي الله تيسمعوا التسوق الشبكي ما فاهمينوش، في الفيديو المقبل ان شاء الله تعالى غادي نشرحوا هاد التسوق الشبكي حتى هو مزيان، ونتمنوا انكم تفاعلوا معايا بحال هاد الفيديوهات، لانه مهمين، لان هاد النوع ديال التسوق الالكتروني اصبح سائد عبر العالم ماشي غير في المغرب. فحاولوا نتوما اكتبوا لي في التعليق وشاركوا في القناه من فضلكم. اذا هذا هو اللي كاين في هذا الفيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء.